Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengabarkan surat An-Naba ayat 1 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba faduqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqqu faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istawna fa'ata lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونهلا وهدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يجوني وجوه يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أتو ده Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilmutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunna ulaika annahum mab'usun yawmin 'azim wa liyaumin 'azim yauma apa yauma yakun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailul yawma idzil mukadzibin wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin Fama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Qala innahum arwabihim yawma idzin la mahjubun Summa innahum lasalul jahim Humma yukaluhum Dalladzik Humma yukalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla
أبرار رفيق ضيق وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إنا أبرار رفي نعيم وإنا أرائك يهجرون تعرف في وجوههم نضلة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم انشقت وأذنت لربها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت فإذا الأرض مدت وعقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان بأهله مسرورا وأما إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا فأما لهم عن التذكرة فأما لهم لا يؤمنون لا يؤمنون فأما لهم لا فما لهم لا يؤمنوا بالله فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ما يكون من والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا